وصل الفوج الأول من الحجاج الشاذين إلى المدينة المنورة. علي فاضل قدركي والمزيد من التفاصيل. المدينة المنورة تستقبل هذه الأيام ملايين من المسلمين من زوار الحرم المدني من شتى دول العالم، حيث وفرت السلطات السعودية جميع سبل الراحة والأمن والأمان لزوار الأماكن المقدسة. بعثة الحجاج الشاذين عملت مجهودات كبيرة لتسكين حجاجها في فنادق ليست ببعيدة عن الحرم المدني، وذلك من أجل تذليل صعوبات التنقل. وحالة الحجاج الشاذين تحكي بأنهم يشعرون براحة تامة بالنسبة لسكنهم في المدينة المنورة، ووجبة الطعام الشاذية ليست ببعيدة عنهم. أما حالتهم الصحية فلم يسجل الأطباء حالة سيئة تذكر كما قال الطبيب. فالحمد لله شغل جراف كما فيه، بس هي حالات شوية من باليوديسم ومن تغيير جو ومن أوابير شوية، والحمد لله كلهم هسه عندناهم أدوية والحمد لله شغل التلف كما فيه. ونذكر بأن هناك فريقا كاملا من الشاذين المقيمين بالمملكة العربية السعودية يعمل ضمن اللجنة الدائمة للحج والعمرة لمساعدة الحجاج الشاذين وتسهيل تنقلاتهم.